وبين الخبراء في 3 وزارات حيال ما يخص حيال وزارة الري، علشان حتى لا أشير على حضراتكم، هي قدر وزارة الري إنها مسؤولة عن نهر النيل من لحظة دخول الحدود المصرية وحتى الحدود الشمالية، وشبكة طويلة معقدة من الترع ومن المصارف، وأصبحت هذه الشبكة تؤن من الملوثات الناتجة من المصانع المختلفة اللي طبعا بتوجه بخالص الشكر ليهم. الأول الدكتور خالد حنفي على استضافتنا في واحدة من أعرق الوزارات في مصر، وإلى زميلي والعزيز حسام إيه وزير الري والموارد المائية. أعتقد أن اليوم يوم فارق في تاريخ العمل البيئي، يوم فارق لأن إحنا كوزارة أساسا بحكم طبيعة المشاكل البيئية، حكم طبيعة المشاكل البيئية إنها متداخلة مع كل القطاعات. صناعة هتلاقي ليها أثرها البيئية، نقل ليها أثرها البيئية، مساكن ليها أثرها البيئية، كله إحنا داخلين في كله. بالتالي فإن وظيفة الوزارة مش معقول إن إحنا هنعمل الشغل بتاع الوزارات الأخرى، وعشان كده إحنا هدفنا أساسا أن يتم إدماج البعد البيئي في برامج الوزارات الأخرى. إحنا أيضا كوزارة تموين وتجارة داخلية، إحنا أول الناس اللي لازم نكون ملتزمين بالبيئة، لا يوجد تعارض، وعلشان ننجح ونتقدم لازم هذه الملفات نعي أنها ملفات متكاملة وليست متعارضة. الشركات بتاعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية شركات هتصدر للعالم الخارجي وهتصدر بقوة عشان تقدر تدخل أسواق معينة من مصلحتها أن تلتزم بيئيا. الآن أوان التغيير ومصر قادرة على المنافسة الدولية. إحنا مش أقل من اللي حوالينا، مش أقل الطاقة من اللي حوالينا. نرجو إن إحنا نشتغل مع بعض كويس، ونرجو إن إحنا تأكدوا أن هناك ثقة بيننا تخلينا نقدر نشتغل وننتج حاجة ونعمل بيئة للأجيال القادمة. شكرا لحضراتكم وشكرا لمعالي الوزراء كويس. فرصة سعيدة جدا في وزارة التموين، أول مرة أجي وبيحصل كده. أمل شخصية يعني. سعداء جدا، وعلى فكرة أنا بأطمن على ده إن هذه الحكومة بصفة عامة بقى هي حكومة فرق العمل.